حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني. واهلا وسهلا بيكم في حلقه ناريه في حلقه اليوم. بس قبل ما نتكلم عليها وهنتكلم على صفقات مدويه للنادي الاهلي وقلب الدنيا وقلب الميديا اليومين دول، بس احنا طالعين النهارده بناكد المعلومه، والمدير الفني حسم المدير الفني لنادي الزمالك بعد رحيل المدير الفني الألماني مساء أمس. يعني قبل ما نتكلم على كل ده عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الله بإذن الله أكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث صفقات مدويين للنادي الأهلي، والتلاتة وقعوا برغبة التلاتة، علشان احنا دلوقتي في عصر الاحتراف، فعلا حاجة في قمة الاحتراف. وطبعا النادي الاهلي عارفين اللي محتاج فروت ضروري من العيال التقيل، وطبعا يقترب منه بعد ما وقع استمارات رغبة اللاعب، وهو اللاعب مصطفى محمد نجم نادي الزمالك. وقبل الزمالك كان طنطا، وقبل طنطا طبعا ناشئين طنطا احد الاندية الفرنسية اللي بيشارك فيها مصطفى محمد، وطبعا كان جايله وهو لاعب في جالاتا سراي التركي ونادي الزمالك ونجم منتخب مصر وهداف منتخب مصر مصطفى محمد، اللي يقترب بقوه رغب اللاعب مصطفى محمد. واحنا دلوقتي في عصر الاحتراف، وفعلا كيان كبير، اضافه قويه، اضافه محترمه، وامكانيات عاليه جدا 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 هتكون بايد مصطفى محمد. الصفقه الثانيه وهي صفقه مين بقى؟ رغبة اللاعب ايضا، وبنقول له بقى انت عايز ايه؟ هل كان في كوبري معمول بين ميتلاند الدنماركي والنادي الاهلي ام لا؟ فعلا امام عاشور يقترب بنسبة 95% بعد توقيعه لرغبة اللاعب قبل ما يسافر ميتلاند، وهو مرحب بالانضمام للنادي الاهلي. امام عاشور لاعب كبير جدا هيضيف اضافة قوية في نص الملعب بعد رحيل اليو ديانج من نهايه الموسم، وانا بقول لك عمرو السولية هيكون اعاره، وطبعا مش هيكون في نص الملعب غير الكندوسي ومروان عطيه وحمدي فتحي وكده، هينضم معاهم امام عاشور برغبته لو ميتلاند في حالته قدر يهبط الى الدرجه الثانيه، وهو ده ممكن يكون كوبري عامله النادي الاهلي علشان يخطف امام عاشور. الصفقه الثالثه وهي صفقة بقى أنا شلت نفسي من الانستجرام وصفحة الزمالك من الانستجرام، وانقلاب داخل الشوارع المصرية، انقلاب بالذات الصفقة اللي هنتكلم عليها اللي بيقترب بنسبة 95% أيضا، وهي الصفقة الثالثة، وهو اللاعب مين؟ أحمد فتوح. يعني صفقة مدوية هيكون أيضا مع علي معلول، علشان خلاص أنا شايف إن علي معلول مش هيقدر يدي النادي الأهلي السنة الجاية. أنا شايف اللي هيكون إضافة قوية جدا 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 أحمد فتوح، وهيبقى ناحية اليمين أكرم توفيق ومعاه محمد هاني ومعاه كريم فؤاد. يعني لو انضم للنادي الأهلي وهو أيضا وقع باستمارة رغبة اللاعب لحد ما نشوف ونأكد المعلومة 100%، علشان نطلع نتكلم في الصح، علشان ما بنحبش نهيس، ما بنحبش نهجس، ما بنحبش نكذب على الناس. وأنا بقول لك كل حاجة بجيبها لك في الجول هي هي من ملعب الدودي سبورت، وهو الاقتراب بنسبة 95% أحمد فتوح. مفاجأة وحسم ملف المدير الفني الجديد اللي فعلا كل الناس بتتكلم عليه اليومين دول. حد يقول لك يا كابتن دودي أجنبي أو مصري، هقول لك لا، ده مصري مليون في المصري. بعد انضمام المدير الفني الجديد اللي يقترب بتولى المهمة وهو العميد حسام حسن، هيكون هو متولى المهمة لنادي الزمالك الفترة اللي جاية، وأنا بقول لك على مسؤوليتي خدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدودي سبورت، وهو ده المناسب لنادي الزمالك. اللعيب اللي هيخسع هو ده اللي هيفوقه، اللعيب اللي هيتدلع هو ده اللي هينعنشه، وهي المفاجأة الحاسمة لنادي الزمالك والاقتراب لنادي الزمالك والاقتراب للمهمة الرسمية لنادي الزمالك أو تدريب لنادي الزمالك بإذن الله تعالى. ودايما أكون كده إن شاء الله بجيب لكم كل الجديد. يا رب يكون الحلقة عجبتكم. قبل ما أقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إن شاء الله إلى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الله بإذن الله أكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبارت. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.